غير شحال من حصص درنا على الكاف اخويا عبد الفاضل؟ والله غير تتوالى المهازل ولكن تتشابه هكذا. اليوم قلت لك مرات عديده انه هذا الكاف مافياويه، يعني احنا ثاني ما لازمش نغلطوا في الطرح، باسكو شبالي ربي طرح غلطنا في الطرح. يقول المثل الفرنسي يقولوا اني با انترديت فولي اللي انترديت سبيرا ترابي. دونك الممثل المغربي هذا بركان سرق، انت باش تشكي ما تشكيلوش ليه، تشتكي للكونفدراليه. دونك ولا الكونفدراليه عطات له حق، دونك انايا العدو تاعي هي الكونفدراليه. لازم على الاتحاد الجزائري يعترف الان انه عنده مشكل كبير في هذه الهيئه، ودرك ما على بالناش كيفاش لازم نديرو. لكن في هذه القضيه يعني قضيه سويست، يعني ما نقولش بنجاح، سويست لكنها بائسه. بائسه لماذا؟ لانه كي تشوف الفرق المغربيه اللي كانت تجي تلعب في الجزائر، وحنا رحنا الجزائر كنا يعني الاستقبال كان جيد وظروف المقابلات كانت جيده. لماذا كي جات بركان صرا هذا المشكل؟ انا اقول لك لانه هذا الفريق يعني عزيز على رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم لقجع، وهو رانا نشوفه اليوم يعني حب بكل ثمن يقصي الجزائر من المنافسات الدوليه. وهنا عندنا طرق يعني الطعن، طرق الطعن عندنا الطاس، ان شاء الله الطاس تنصف الجزائر وتنصف اتحاد العاصمه. وانا نقول باللي نساند قرار السلطات العليا للبلاد اللي ما حبتش تنحني لهذه المحاولات الخبيثه يعني جعل مقابله كره القدم يعني سياسيه.